القتال عند البوابة الغربية لمدينة البريغا على الساحل الشمالي لليبيا امتحان ميداني جدي لمقاتلي المعارضة الليبية، فهي من المرات القليلة التي تمكنت فيها فصائل من يطلقون على ذواتهم اسم ثوار ليبيا الحرة من إجبار مقاتلي كتائب القذافي على التراجع من دون تدخل مباشر من قوات حلف شمال الأطلسي. مصدر عسكري معارض قال لبي بي سي إن جهود قياداتهم الميدانية تتركز حالياً على تثبيت السيطرة في المناطق التي تنتزعها قوات المعارضة من كتائب القذافي وتدعيم خطوط دفاعاتها الخلفية لتأمين طرق الإمداد وحماية السكان. وفي أول تدبير من نوعه عمدت قوات الصاعقة شبه النظامية التي تخضع لأوامر المجلس العسكري المعارض إلى إعلان المنطقة الفاصلة بين مدينتي جدابيا والبريغا منطقة عسكرية، ومنعت وصول الصحافيين والمدنيين إليها. فهذه القوات تتقدم خطوة حين ثم ما تلبث بعدها أن تتراجع خطوات، ما ينعكس سلبا على معنويات مقاتليها، ناهيك عن الهلع الذي تتسبب به الانسحابات السريعة والمتكررة في صفوف المدنيين. الوساطة التي يقوم بها وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب موفدا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. أولا وقف إطلاق نار ووقف كل الأعمال العسكرية. الأمر الثاني هو حماية المدنيين والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية لكل المناطق، وبحثنا بشكل خاص أمس المناطق المحاصرة مثل مصراتة والزاوية وغيرها من المناطق، وطلبت أيضا أن يرفع الحصار عن كل المدن والبلدات الليبية المحاصرة. والعنصر الثالث هو احترام التطلعات المشروعة للشعب الليبي. وفي أعقاب لقائه المبعوث الدولي رحب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأي اتفاق لإطلاق النار، ولكن شريطة أن يغادر العقيد القذافي وأركان نظامه ليبيا. كتائب معمر القذافي لم توقف إطلاق النار، لم ترحم المدنيين، لم تعطي الشعب الليبي حرية كاملة في التعبير عن رأيه، ومن ثم نحن إذا لم يتوقف نظام معمر القذافي عن معاملته للثوار بهذه القمعية العسكرية فنحن فعلا في حاجة إلى أسلحة لمجابهة هؤلاء هذه الكتائب بعلى الأقل نوع من التوازن العسكري. الوضع الإنساني والمعيشي في مناطق المعارضة والمناطق الأخرى المحاصرة بسبب الاقتتال نال حيزاً من المباحثات خلال اللقاء الثاني لعبد الإله الخطيب مع أركان المجلس الانتقالي في ليبيا. مسؤول ملف المال والنفط علي الترهوني كشف أن القدرات المالية لدى المجلس الانتقالي تكاد لا تكفي لدفع الرواتب وتوفير المتطلبات المعيشية والطبية، بالرغم من المساعدة التي توفرها قطر لتسويق النفط الليبي وتحويل عائداته إلى المجلس. وطالب الترهوني وصفها بالدول الصديقة بتوفير قروض عاجلة تفادياً لأزمة بدأت معالمها ترخي بظلالها لتزيد الوضع الليبي تعقيدا. في الأزمة الليبية يتداخل الأمني بالسياسي والاقتصادي. التطورات الميدانية الأخيرة فرضت سلسلة تحركات دبلوماسية عاجلة لإعادة تقويم الموقف، ومبعوث الأمم المتحدة خرج بعد لقاءاته هنا في بنغازي بلائحة من المواقف والمطالب. ناهد أبو زيد، فندق العقيل، بنغازي، شرقي ليبيا.